أنتقل الآن إلى شيرين مجدي من القاهرة. شيرين، كيف هو الوضع عندك؟ بالفعل إيمان، تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين. أنا متواجدة من أمام مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة الثانوية الإعدادية النموذجية بنات، وهي واحدة من ضمن 310 لجنة سير امتحان على مستوى محافظة القاهرة. بدأ فيها اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة بمادة اللغة العربية، والتي انطلقت في تمام 10 صباحا وبيمتد حتى 1 من ظهر اليوم على مدى 3 ساعات. رصدنا الوضع منذ الصباح الباكر، منذ قبل فتح هذه المدرسة أمام الطلاب كان هناك تواجد من أولياء الأمور والطلاب بالطبع، لمست منهم التزام كامل بالإجراءات الاحترازية. كان هناك ارتداء للكمامات والقفازات ومحاولة للحفاظ على المسافات البينية بينهم وبين البعض. لكن في تمام 8 صباحا تم بدء دخول الطلاب في طوابير محددة مع مراعاة المسافات البينية، وتم مرورهم على بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة الخاصة بهم وعطائهم المعقمات والكمامات والقفازات أيضا وأغطية للأحذية. وبعد ذلك تم صعودهم إلى اللجان وتم غلق باب هذه اللجنة في تمام 9 صباحا. هناك تواجد أمني مكثف من جانب رجال الشرطة أيضا والشرطة النسائية كما توضحها الصورة، يعني رجال الشرطة على أهبة الاستعداد للمحافظة على الأمن والاستقرار في محيط اللجنة ومنع أي شيء قد يعكر صفو عملية الامتحانات. هناك أيضا كان عملية يعني تفتيش أو عملية تمشيط أمني بالكلاب البوليسية رصدناها في محيط اللجنة للتأكد من عدم وجود أي ما قد يخل بالعملية الأمنية، للمحافظة على جو من الهدوء والاستقرار في محيط اللجنة لأداء الامتحانات. هناك إجراءات أمنية واحترازية وقائية يعني لأداء هذا الامتحان في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد داخل لجان الامتحان. هناك ما يقرب من 10 أو من 11 ل 14 طالب فقط في كل لجنة امتحان يعني الحفاظ على المسافات والتباعد بين الطلاب وتوصية بعدم فتح المراوح لعدم انتشار الفيروس في الهواء. الطالب الذي سوف يتم اكتشاف ظهور بعض الأعراض عليه من ارتفاع درجة حرارة أو ما إلى ذلك سيتم تحويله إلى الطبيب الخاص بالمدرسة أو المتواجد في المدرسة، وسيتم تقييم حالته. إذا احتاجت أن يعني يتم تحويله إلى المستشفى سيتم طلب سيارة الإسعاف وتحويله إلى المستشفى واتخاذ اللازم، وسيتم يعني تحويل الطالب للدور الثاني لأداء الامتحان بالدرجة الفعلية. حالة من الاستقرار والهدوء. رصدنا آراء للطلاب قبل بدء الامتحان وأكدوا لنا أنهم مطمئنين بدرجة كبيرة لما رأوه من إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا. كذلك أيضا أولياء الأمور مطمئنين إلى حد كبير، ربما يقلقهم بس يعني أن أو يتمنون أن يعني يؤدي أبنائهم الامتحان بتوفيق تام، لكن بالنسبة للإجراءات هم مطمئنين تماما بالنسبة للإجراءات المتخذة لحماية أبنائهم من انتشار فيروس كورونا المستجد. ربما هذا هو الوضع، حالة من الاستقرار ويعني في ظل أداء الطلاب الامتحان في هذه الساعات.